ما خلص استاذ فزت. عدنان ليش تلزم الزار؟ لا شي تريدني استاذ حظ. عدنان هذا ثالث جيم. الاول غلبتني 6-0 مشيتها قال الزعطوط ما حط عقلي بعقلك. حاضر استاذ. غصبا ما عليك عدنان. خادم استاذ. الجيم الثاني غلبتني 6-2 ما ضجت لان مواليد امي ونبع الحنان تمون. على راس استاذ. غصبا ما عليك عدنان. اشكرك استاذ. الثالث اذا غلبتني راح اشوف زعطوط ما شايفه بحياتك. خادم استاذ. غصبا ما عليك عدنان. خلاص استاذ هسه راح اخسر روحي. لك انت بتستفزني؟ لك اضربك راسك قلبه قناة الجزيرة والله. ايش عجب قناة الجزيرة استاذ؟ شوف عدنان مو قناة الجزيرة كل ما تديرها تلقى اثنين جاي يتعاركون. لك لا تنسيني. لك باعوا لك. لك ما تسوين علي. استاذ التيشيرت تعقش الله يخليك. دا عدل لك اياه يا حبيب قلبي ليش تتعصب انت؟ لا هذا المدرس مالتك استهتر. مطي فلوس نوي فوت قدامي. وينك؟ شو تريد؟ والله اريد. شو تريد؟ قلب اريد. شو تريد؟ عين اريد. شو تريد؟ هات اريد. اي شو تريد؟ اريد 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 القوم جلي جلي على حالي جلي جلي على راسي جلي جلي. لك ما تستحي. يعني هذا الحكي كله علي؟ قاعد تلعب طاولي كل شيء ما تدري. ما شفت النتيجه مالته المسخمه مع نص السنه. حسون صدق تحكي؟ مو قلت لك لا تودي النتيجه لاهلك؟ راسي جيبها انا وقعها بمكان ابوك. اسمع جبت يمك تاخذه خصوص بكل المواد. اول شهر قلت لي راح يتغير طلع بثلاثه. قلت لك ليش؟ قلت لي بعدين ما اخذ فرصتي وياه. ثاني شهر قلت لي راح يتغير طلع بخمسه. يا ليش؟ والله بعدين ما اخذ فرصتي وياه. وهسه بنص السنه جاب النتيجه طالع بسته. هم بعدك ما اخذ فرصتك وياه؟ وعلى شنو مستعجل؟ هذا عدنان صار 4 سنوات درسه ولحد هسه ما ماخذ فرصته وياه. كلي كلي شو اقول لك؟ يعني ناجح بس بالدين. اي وشو اللي المشكله؟ اخوك محافظ على دينه يعني خوش ولد. نجحنا بالرياضيات ايش حصلنا؟ شوفني درجاته. بالجغرافيا عدة 30. يا اخي اخوك دمرنا بالجغرافيا تعبني وشرفك نقريهم بس ما يراجعون. هسه راح اساله سؤال لا على التعيين ونشوف وين صار الكسره. والله ما ادري. لا تعصب عليها. اهدئ لا تخاف اهدئ راح ابسط لك اياها. اذا ردت تصعد لها ايش قد الكروه. بتفكر 6.5 6.5. شو ذا شغلتي؟ عم بست اركب. لك شو ذا الشغل؟ وينك وايش السؤال اصلا؟ استاذ انا اعلمك الجغرافيا اللي تفيده. يعني اذا عصب ازدحام العلاوي شو يفيد المضيق جبل طارق؟ اجي وياك. استاذ هو اصلا ما يعرف شنو تعريف المضيق. حسوني حبيب قلبي المضيق مو شبهت لك يا بالسيطرة المشتركة؟ ضيق وسيارة ورا سيارة. هسه احنا كم مضيق عندنا ببغداد؟ عندنا مضيق الجادرية، عندنا مضيق سيد الحليب، ها؟ عندنا مضيق السنك. هذا 3 ساعات يلا تطلع منه. ومرات يصير 4. عمي نقريهم بس ما يراجعون. استاذ بالانجليزي ماخذ 35. لا 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 مستحيل. ملعون. لك صاير تقرا من ورايا؟ انا قلت اقوى شيء طلع 25. استاذ يا 25 لعد انت شنو دورك؟ استاذ يا دوري الله يخليك. ذاك اليوم سالته سؤال قلت له اكتب بالانجليزي كيف حالك؟ زين. كتب لي هاو ار يوتيوب. ام داي وانت ايش قلت له؟ قلت له والله هالايام دي يقطع شغل استاذ الله يخليك. يعني هو عبال اليوتيوب انت؟ اقول لك استاذ عبال الواتساب ماذا تاكل؟ ام داي عم نقريهم بس ما يراجعون. زين ايش قد ماخذ بالرياضيات؟ ماخذ 0. ها اي صح مو بوقتها اخذت نلعب بلياردو. استاذ الرياضيات مادة مهمة، هاي عصب الدراسة تفيده بحياته ومستقبله. الله يخليك، بشرفك لا تبالغ هاي المبالغة القوية، علي من؟ يعني مباشر عقبه اذا تعين وتأخر عليه الراتب، شو تفيده من برهنة 21؟ اي والله. عمي نقريهم بس ما يراجعون. زين تقبل بالعربي ماخذ 40؟ لا 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 هذا ظلم، هذا ظلم وظلم كل كبير. حسوني كل زين باللغة. أقوى وحدة وقعها بالشات وعلي يدي هذا أنا شاهد. خلاص. باكر اروح اعترف على كل الدرجات. لا الله يخليك اخاف يرسبوه حتى بالدين. استاذ لعد برايك شو نسوي؟ انا عندي الحل. حسوني انا نظام الحل هذا القفله مالته بس لازم هذا ما طلع اي واحد. زين بس يستاهل حسوني. عم نقريهم بس ما يراجعون. بس دقيقه هاك حسوني حبيبي هاي البراشيم تروح لا تقرا ولا تراجع. خليه هنا بجيبك ولا تقضيها والله ما ادري هاي براشيم قدامك واكتب وتدلل. يعني هذا الحل مالتك؟ عم نقريهم بس ما يراجعون.